الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها الناس، إن هذه الخطبة تتعلق بموضوع إغلاق المساجد لمنع المسلمين من أداء صلوات المفروضة ومنها صلاة الجمعة بسبب مرض فيروس كورونا. يا إخوة الإسلام، إن هذا المرض كان سببا لإصدار الفتاوى المتنوعة المخالفة للكتاب والسنة، وقد سبق لكم البيان المفصل أن أكثرها وأيدتها بالدليل من الكتاب والسنة. وفي دولة نيجيريا وجدت رجلا من المتخرجين بإحدى جامعات المملكة العربية السعودية المسمى بفضل من ولاية إيوه يصرح بالقول بأن الإجراءات المتعلقة بإغلاق المساجد لمنع المسلمين من أداء صلواته المفروضة وصلاة الجمعة مشروع، واستدل بفعل بعض دول الخليج من تكرار قول مؤذنهم عند الأذان للصلاة من الصلوات المفروضة، ويقولون بعد نهاية الأذان صلوا في بيوتكم. يا إخوة الإسلام، قد فصلت لكم القول الحق في هذه المسألة في الخطب السابقة، وأيات قولي بالكتاب والسنة، وذكرت العلماء السلفيين الذين ذهبوا إلى أن هذه الإجراءات مخالفة للكتاب والسنة فارجعوا إليها. وأما من يتعلق باحتجاجه بفعل بعض الدول الخليجية من تكرار قول مؤذنهم في نهاية الأذان صلوا في بيوتكم، وهذا احتجاج فاسد، فاعلموا أن الأرض لا تقدس أحدا، فإنما تقدس الإيمان والعمل الصالح. يا إخوة الإسلام، إن المشروع في ذكر هذا القول صلوا في بيوتكم، صلوا في رحالكم، يكون في حال المطر، وليس له علاقة بمرض فيروس كورونا الذي كان سببا لإغلاق المساجد لمنع المسلمين من أداء صلواته المفروضة وصلاة الجمعة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، والعاقبة المستقيم، فلا عدوان إلا على الظالمين. يا إخوة الإسلام، إن قول المؤذن الصلاة في الرحال أو الصلاة في
في البيوت يكون في حال المطر. يدل على ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال لمؤذنه في يوم مسير: إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، فقل أي على الصلاة، لا تقل أي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. قال: فكان الناس يستنكروا ذلك، فقال: أتعجبون من ذا؟ قد فعل ذا من هو خير مني، من هو خير من عبد الله بن عباس، هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن قول المؤذن صلوا في بيوتكم يكون في حال المطر، وبالتالي ويقول المؤذن هذا القول بعد شهادتين. ويدل على ذلك أيضا ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عبيد الله بن عمر رضي الله عنه أنه نادى بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ومطر، فقال في آخر ندائه: ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في رحال. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول: ألا صلوا في رحالكم. وهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن قول المؤذن صلوا في رحالكم يكون في حال المطر، وبالتالي يقول المؤذن هذا القول في آخر الأذان. ويدل على ذلك أيضا ما أخرجه النسائي في سننه من حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه يقول: أنبأنا رجل من سكيب أنه سمع منادي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في ليلة مطيرة في السفر، يقول: هيا على الصلاة، هيا على الفلاح، صلوا في رحالكم. وهذه الأحاديث تدل دلالة واضحة على أن لفظ صلوا في بيوتكم أو صلوا في رحالكم يكون في حال المطر، وبالتالي في هذا الحديث يقول المؤذن هذا القول بعد الأيحلتين. أي واحد اختاره المؤذن فلا حرج. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وأنصر المسلمين الموحدين في كل مكان. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.